ان شاء الله كامل تكونوا بخير. كما كنتو شفتوا في الصور حضرت لكم اليوم تاكوس بالحليب، يعني هذا التاكوس راح يجيكم بزاف خفيف وطري. واش نحتاج في المقادير؟ هنايا عندي 500 غرام فارينا، رطل تاع الفارينا، زيت نظيف، مغرفة صغيرة تاع الملح، نزيد نضيف 4 مقارف كبار تاع الزيت، هكذا نخلطهم الآن مليح بيدي، من بعد نجمعها بالحليب يكون دافي. هاي ليك بعد ما جمعتها، الآن ندلكها حوالي 5 دقائق. هاي ليك بعد ما دلكتها 5 دقائق حتى وين تولي لكم هكذا يا طريه. الآن نعملها حربوش باش نقسمها كرات. الآن نقطعهم كرات تقريبا متساويين. ونشكلهم الآن كرات. من بعد نحطهم اللحنة في الصينية، يعني نخليهم يرتاحوا حوالي ساعة، نغطوهم بالنيلون ونخليهم يرتاحوا ساعة، من بعد نفتحوهم بالحلال ونطيبوهم. هامليك بعد ما ارتاحوا مدة ساعة، الآن نفتح كرة ولازم تفتحوها شوية رقيقة. هذيك بعد ما فتحتها على شكل دائري كما قلت لكم لازم تكون رقيقة، الطبقة تاعها تكون رقيقة، شوفوها كيفاش تجي. هاي ليك، الآن نطيبها. وهنا كنت درت مقلة تاع الكريب تسخن، ديروها على نار قليلة ما تقولهاش. الآن نحط العجينة، بسم الله، وماذا بكم تخلوهاش تطيب بزاف. دوك نبقى نقلب فيها حتى وين تطيب، يعني غير تشوفوا العجينة راهي صفارت ونشفت نحوها. هاي ليك راهي طابت، الآن نحيها ونحطها في بلا ونغطيها بالساشي تاع النيلون، نزيد فوقها الطرشون باش تقعد لكم طريه. هكذا كما قلت لكم حطوها في الطرشون وزيدوا غطوها بالنيلون باش تقعد لكم طريه. نطيبهم كامل بنفس الطريقه كما شفتوا، يعني طريقه سهله، ونرجعوا.
هامليك بعد ما كملتهم كما قلت لكم ديروهم في الطرشون وزيدوا غطوهم بالنيلون باش يقعدوا لكم طرايا. شوفوا ما شاء الله كيفاش جاو، وراح يجوكم بزاف طرايا. هامليك شوفوا مهمش راح يتكسروا لكم. شوفوا ما شاء الله ان شاء الله تكون عجبتكم طريقتي في التحضير، ونتمنى تجربوهم وتقولوا لي رايكم في التعليقات. واللي مازال ما اشتركش يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يلحقوا كل جديد. بالاخر نقول لكم سلام وتهلاو في روحكم.